العوافي مثل العادي بنطلع عليكم مجددا الساعة 9:30 بتوقيت الجبل. اليوم مثل ما بتعرفوا ذكرى ال 44 لتغييب الإمام موسى الصدر، واليوم حكى نبيه بري بالمهرجان السنوي اللي بتحفنا فيه كل سنة من وقتها لحد هلا، وبدل ما يحكي عن موضوع بخص الإمام موسى الصدر وبخص مزاياه وصفاته اللي قليل من المسؤولين بلبنان وخاصة مثله بيتمتعوا بهذه الصفات، كان هجومه واضح وبشكل بيثبت مدى الحقد والكره على مدرسة العماد عون وعلى الوزير جبران باسيل، بدل ما يكون مترفع لأنه رئيس مجلس النواب ولأنه الوزير جبران باسيل هو رئيس أكبر كتلة نيابية بمجلس النواب. واليوم كمان في تحرك قدام منزل القاضي جمال الخوري اللي ضب ملف تفجير مرفق بيروت بجواريرة، وهي بعد 20 يوم تطلع على التقاعد وما عم بيصير أي تحرك بالنسبة لهذا الموضوع غير المدرسة العونية ومناصري المدير الحالي للجمارك اللبنانية واللي قلبهم على الموقوفين كلهم سوا بهذا الملف. اليوم رح نستضيف نايب شرب المارون يلي استحق عن جدارة لقب نايب واللي عم بيشتغل بحسب الوكالة اللي عطاه اياها الشعب اللبناني، وهو من النواب القليل اللي عم بيعملوا هيدا الجهد، وكمان كان مشارك في التحفيز على المشاركة بالتحرك امام منزل القاضي جمال خوري. بيسعدني استضيف النايب عن منطقة رشيا الغربي ومشغرة و المنطقة كلها سوا بالبقاع الغربي النايب شرب المارون. ثواني ونكون سوا. بس لحتى يفوت على اللينك ونطلع سوا بهيدا الوقت لحتى يكون وصل نايب شرب المارون على الهوا معنا. لابد ما الإجابة على نبيه بري وعلى كلامه اللي كان موجه إلى الوزير جبران باسيل، كأنه ما في شيء بالدولة اللبنانية مشاغل إلا الوزير جبران باسيل والحقد عليه والكره على هذه المدرسة اللي بتطلع حقيقة هؤلاء وتبينهم على الملأ. اول شيء بدي اقول له شغلتين لنبيه بري. بيطلع بيقول، وهيدا ديجا البوست كتبته، بيطلع بيقول التغذية صفر كهرباء بحجة ما خلونا، وانحرم لبنان من الغاز لعدم تشكيل هيئة ناظمة بالطاقة بحجة انه غيروا القانون بدل ما يطبقوه. انا رح اقول له هالكلمتين لخينا نبيه. يلا رح يصير معنا هلا بنقولهم بسياق الحلقه، رح يصير نوقف على كامل المعطيات وخاصه فيما يتعلق بالتحركات اللي عم بتصير وشو هي التحركات اللي لازم يقوموا فيها نواب تكتل لبنان القوي من اجل مياومه، بعيد الشر عن كلمه مياومين، مياومه يعني المتابعه اليوميه للامور اللي وعدوا فيها قبل الانتخابات النيابيه. مساء الخير استاذ شربل. استاذ شربل انا شايف صورتك بس مجمده عندي. ايه سامعك بس صورت، ايوه هلا صورتك مجمده شوي. استاذ شربل عم تسمعني؟ جرب ارجع ابعث لي الانفيتيشن مره ثانيه، خليها حتى تطلع الصوره واضحه لانه يمكن الكونكشن ضعيفه. اذا عم تسمعني استاذ شربل رجع مول معروف ابعث لي ريكويست مره جديده لحتى ارجع اقبلك. بهذا الوقت بكون انا عم بكفي الجواب على نبيه بري اللي همه شغله الشاغل هو جبران باسيل، لحتى بالعقل الباطني تبعه عم بيعمل معركته لحتى ما يجي رئيس جمهورية، لأنه نحن ما بنقبل برؤساء جمهوريات خزمتشية وباش كتبية، باش كتبين عنده لنبيه بري أو غيره
او اي دوله من الدول الخارجيه، لانه خلص نحن ما بقى نقبل كشعب لبناني عظيم يجي رئيس جمهوريه وقاف بيوقف عود بيوقع وقع ما توقع. وهالقد مساء الخير مجددا استاذ شربل مساء النور، حبيب تحياتنا. القلب. اول شيء يعطيك الالف عافيه، عم تابع كل نشاطاتك وكل جهودك اللي عم تعملها حتى من قبل ما تعمل نايب. من بعد ما عملت نايب شفنا انك بتستحق عن جد عن جداره لقب الله النايب، يعينك. لانه نايب هو بخدمه الشعب وبخدمه مش بس الاصوات اللي طلعته على الندوه البرلمانيه، ولكن بخدمه الشعب اللبناني كله، لانه النايب هو نائب الامه جمعاء. اول شيء يا ريت هيك باختصار بتعطينا مختصر او ريزومي عن النشاطات اللي عم بتقوم فيها من وقت ما انتخبت نائب استاذ شربي عن منطقه الباعه الغربي. أول شيء أستاذ فادي، سمعني منيح؟ معلوم تمام أول واضح. شيء بتوجه لكل الرفاق والمناضلين على هذه الصفحة، لأنه أنت مثل ما بيقولوا ما بتعرف تجمع غير اللي بيشبهنا، الله وهودي يخليك. الناس دورهم كتير كبير هلا، ودورك كتير كبير بالأيام الجاية، لأنه على طول نحن بنضل نقول الأيام الجاية، لأنه القضية ما انتهت والقضية ما لها زمن توقف. وقوة مناضلي التيار الوطني الحر من رفاق انه النفس طويل، مثل ما كنا نقول سياده حريه استقلال بالظروف الصعبه، وقت الكل تركوا القضيه كنا عم نركض على القضيه، وقت الكل استسلم امام لبنان واعتبر انه النيابه هي بتكون عند احد الضباط او المتصرفين بالبلد، نحن ما كنا عم نرهن حالنا لحدا الا للقضيه اللي امنا فيها. اليوم من بعد ما صرنا بالتجربه النيابيه، أنا اللي بقول لك إيه، نحن مسيرة نضالية، إن كنا داخل المجلس وإن كنا خارج المجلس. الشيء اللي لازم نعمله، الناس حملتنا مسؤولية كثير كبيرة. هيدي الأصوات اللي أخذها شربل وممكن ياخذها غير شربل أو أي شخص مناضل مرشح باسم التيار الوطني الحر، هيدي الأصوات هي ملك التيار الوطني الحر، بالإضافة للناس المؤيدين، للشباب الناشط والشباب اللي ركض واللي فعلا عطى مسلكيه لباقي رفاقه، لحتى كلنا سوا نقوى ببعضنا. واليوم اكثر من بكره ضروري المحافظه على بعضنا، عدم الاستسلام امام المقبلات، عدم الاستسلام قدام الظروف الكثير صعبه. كلنا عندنا عيال، كلنا عندنا ظروف صعبه، نحن اغلبيتنا من الطبقه اللي بتعرف وجع الناس، عينينا مع عينيه، بغض النظر عن كل العالم اللي بيقولوه عن العهد وفترة العهد وإلى آخره. العهد اليوم عراهم، عرى كل الناس يلي ممكن الناس ما كانت شايفتها من قبل. اليوم ما بتقدر تنظف الأوطان من الدولة الغميقة بسنة وسنتين وثلاثة وأربعة، يلي كان مفكر بمطرح معين إنه هاي الطريق النضالية طريق هينة ولا طريق بتخلص معنا بسنة وسنتين، عال ما اليوم بنيوا حالهم الجماعه بسك براءه بسنه التسعين اسمه الطائف. من بعد تخيل، من بعد 15 سنه ذلوا الشعب اللبناني، هجروه، وقفوه على المطارات، وقفوه على حواجز طائفيه، سلبوه خبزاته، سلبوه طحيناته، سلبوه اغلى ما عنده، اولاده، الناس اللي بعيد من هون اللي استشهدت، الناس اللي ما بنعرف عنها شيء، المفقودين الى اخره. هودي الناس وصلوا سنة التسعين وعملوا صك براءة، هذا الصك براءة فاتوا فيه ورجعوا عملوا مجالس نيابية وفاتوا عملوا كتل وعملوا كل هالخبريات، وبقت هيدي المنظومة تتراكم 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 حتى حدود ال 2005. ومن بعد ال 2005 كلنا شفنا، أنا عم بعمل هذا السرد أستاذ فادي لأقول لك قد إيه المنظومة قادرة تتفاعل مع بعضها وقد إيه قادرة تضب على بعضها وكيف تشتغل. وبعد ال 2005 كلنا شفنا انه نحن كنا خارج الحلف الرباعي، يلي فجأة من بعد ما الكل كنا عم نقول نحن سيادة حرية استقلال، بيجيك السياديون الجدد وبيجيك الاستقلاليون الجدد، من بعد ما كنا عم نقول توحيد المسار والمصير ويلقطونا هون وهون، وإذا وزعنا بيان قدام باب كنيسة نجي نتجرجر على 100 تحقيق و200 خبرية، شفنا هالسياديين الجدد سبقونا ليقولوا لنا انه قد ايه هن بيحبوا لبنان، وللأسف هول ما بيحبوا لبنان، هودي رهينة مصرياتهم، رهينة جيبتهم، رهينة مصالحهم، هودي بالنسبة لهم الوطن شنطة، وبنختلف معهم بكثير مطارح، بس نحن رغم الخلاف معهم ورغم كل الأمور، آخر شيء نحن ما نوقف بالسياسة عند حدا، إيه بنقعد على الطاولة معهم ومع غيرهم لنشارع ونتابع ونحط لهم حدود،
ونوقفهم ب 100 مطرح، وراح احكي بهالحلقه شو عم تعمل الحكومه اليوم بالشعب اللبناني، وان احنا عم نقدر نفرملها، وان احنا عم نواجه، وكيف لازم تكون هاي الافكار كلها ما كانت شفافه قدام الشعب اللبناني. يعني كثير امور، ان كان رياض سلام اليوم صار بالعلن مفضوح، انت هربان من العداله، انت شخص ما امتثلت قدام القضاء اللبناني، انت كسرت هيبه الدوله اللبنانيه بعدم امتثالك قدام القضاه. وان كان التجاوزات الثانيه، وان كان الفجر المالي، ان كان التحقيق المالي اللي حطيته انت من سنتين للاقى حياتي ب 27 حزيران، للاسف مش عيب؟ مش عيب انت اليوم في فجوه ماليه كبيره والكابيتال كنترول عم ينظر فيه هلا، هو لازم بالساعات الاولى ينعمل كابيتال كنترول لحتى انت تحافظ على الهارد كارنسي العمله الصعبه؟ كيف هالحكي؟ وتجاوزات الى ما انا عم بحكي هيك لحتى حطك بس. هلا نحن اليوم جوا، ونحن اليوم من بعد ما انعمل علينا حرب كونيه، حرب ما لها مثيل، وبقول لكم ما لها مثيل صدقوني، لانه نحن عينينا ما عانيناه، نحن التفينا حول بعضنا كرفاق قضيه وقلنا انه طلب تدميرنا وانهائنا. اليوم اثبتنا حالنا مع كل الظروف، مع كل الاموال من هنا وهناك، مع كل الدوله الغميقه المزعوجه منا يلي مش متحمله نقعد معها، مع كل هولي انتو انتصرتوا. نحن ما انتصرنا، نحن اخر شيء رفاق درب، انتو اللي ربحتونا. وانت يا استاذ فادي من شاشتي هون يعطيك العافيه على كل شيء، على هالجهود اللي عم تحطها من وقتك، من اخلاصك، من متابعتك لكل رفيق من رفاقنا، حتى بالايام اللي عم بتكون جدا صعبه انت ما استسلمت، وعم بتكون مدرسه للناس كيف تتعلم الصمود. فشكرا لك، بشكرك من هالشاشه، وانا مش قصه من المتابعين، انا من الداخل. هذا شيء لا، كثير كثير ناس غيرك استسلموا وغيروا صفحاتهم، وانا بعرف شو تعرضت انت لتهديدات، وشو تعرضت لضغوطات، وانت كملت لتعلم الباقي كيف يحملوا بهذه الظروف. فشكرا لك باسمي وباسم كل مناضل حر شريف حب هيدي الارض وارتبط بهيدي الارض لابعد حدود، كان وفي مع شهدائنا، كان وفي مع اميات دمعه كل ام استشهد ابنها، كان وفي مع وطنه، كان وفي مع كل ام عم بتودع ابنها على المطار اليوم، كان وفي مع كل مغترب حابب يرجع على لبنان وسرقوا له مصرياته. انت كنت وفي مع كل هالمنظومه النظيفه، فشكرا لك، وشكرا على كلمه الحق اللي عم بتضلك تقولها، ونحن حدك. الله يخليك خي شربل. عم بقوم بواجبي لانه انا وعيت على هيدي المدرسه وما لقيت الا مبادئها، يعني بت 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 بتخلينا هيدي تعطينا حافز لحتى نضلنا مستمرين بهذا الموضوع، واكيد ما رح نستسلم وما رح نستسلم وما رح نخسرها، لانه الحق بيقول هيك والتاريخ بيقول هيك والواقع بيقول هيك، وطالما في شباب مثلك خي شربل ابدا ما راح يخسر لبنان وما راح يستسلم. بالنسبه للي حكيته باول الحديث، اليوم استاذ شربل بالبقاع كمان الرئيس نبيه بري اول شيء بالشكل طريق ظهر البيضة رشتورة اول مره من مدري كم سنه بتضوي، شيء غريب يعني ضويت لانه حضرته طالع على المنطقه، هيدا بالشكل. اثنين، اليوم حسيته بخطابه كشف عن نيابه الحقيقيه وعن حقيقته تجاه المدرسه العونيه اللي حضرتك عم تحكي عنها واللي حضرتك عنصر اساسي فيها ومنتمي لها، لما بوجه الحديث بذكرى امام تغييب الامام موسى الصدر اللي هو يعني هذا رايي الشخصي نقيضه تماما ونقيض مبادئه للامام موسى الصدر، بينسى كل هذه الميزات وبينسى موضوع تغييبه والملف تبعه لحتى يوجه سهامه الى الوزير جبران بيصير رئيس التيار الوطني الحر، نتيجه الكره، نتيجه الحقد، نتيجه النكد، نتيجه تعهده بافشال عهد الرئيس عون، بيقول له اليوم بلبنان صفر كهرباء بحجه ما خلونا، وانحرم لبنان من الغاز لعدم تشكيل هيئه ناظمه بالطاقه، عم يقصد الوزير بسيل، بحجه انه غيروا القانون بدل ما طبقوه. شو بترد على هذا الكلام استاذ شربل؟ وشو بتعتبر يعني نبيه بري هو رئيس مجلس النواب مش عيب يطلع يحكي بهذه الطريقه بذكرى تغييب الامام مصدر لمبادئه معاكسه تماما لمبادئ نبيه بري؟ وهون ما في داعي نذكر
نبيه بري من بعد تغييب الإمام الصدر أطاح بكل المسؤولين اللي كانوا إذا بدنا نقول من بذرة الإمام موسى الصدر، أطاح فيهم كلهم سوا. تفضل أستاذ شربل. ليك أستاذ فادي، اليوم البلد ما بيحمل سجال سياسي. اليوم البلد كلنا بدنا نتكاتف، وهيدا الكلام أنا برأيي ما لازم يكون، وهيدا الكلام منه وقته. اليوم لنكب التهم جزافا شمال يمين، نحن نكب علينا 3 سنين تهم من الصغيرة للكبيرة، وكل العالم اليوم يعني لتطلع أنت أكبر تكتل بلبنان، يعني الشعب اللبناني أوعى من أي شيء ممكن يتعرض له. اليوم بخطة الكهرباء والهيئة الناظمة وصفر فيول بالبلد وإلى آخره. طب يا هل ترى ما بنسأل حالنا سؤال إنه نحن اليوم عندنا معامل تعطي 13 ساعة أو 16 ساعة وصفر فيول؟ فيها صفر فيول؟ شو سبب إنه فيها صفر فيول؟ حدا بيعرف؟ صفر فيول لأنه قرر الحاكم بأمر الناس يلي هو رياض سلامي، قرر ما يعطي، قال لك ما في دولار للفيول، أنا اليوم بدي طفيك. طيب وبذات الوقت كوزير طاقة بدي خبرك قد ايه مسؤوليته لوزير الطاقة بوزارة الطاقة. وزير الطاقة شئنا أم أبينا هو بيحط خطة وبيحط مستشارين وبيعمل خطة متكاملة لا يعرضها على الحكومة، الحكومة تصوت على هذه الخطة، والحكومة مجتمعة ملف وزارة الطاقة وملف وزارة الصحة يلي هن أساسيات، ملفات وزارة الدفاع، هودي مش وزير بياخد على عاته الموضوع. انت عم تحكي جيش، عم تحكي كهرباء يلي هي أساس الطبابة، أساس الحياة، أساس كل شيء بالحياة، مي وكهرباء والطبابة يلي هي أساس تاني، والجيش والأمن هولي كله. فاليوم المسؤوليات باتت واضحة قدام كل العالم. وصل الوزير جبران وغيره من الوزراء ل 16 و18 ساعة و20 ساعة تغذية. طب هاي المعامل ما زالت موجودة، وطلع الوزير قال لهم ما بدكم تعطوا دولار مدعوم، سالكم من سنة ال 94 وصل الفيول لل 120 دولار و130 دولار. تعرف ثابتة، تعرف ثابتة جريمة بحق الشعب اللبناني انه انت 100 مرة وقت كنت كوزير طاقة من قبل التيار الوطني الحر قدمت للحكومة انه انت عم بيصير عندك عجز بالجباية، لانه التعرفة لا تغطي مصاريف النكد السياسي من تخمه بالتوظيف، من فوضى بالمعالجه، من فوضى لكذا. اليوم انا ضد اي سجال سياسي او اي شيء بكب التهم. اللي بكب التهم هو ضعيف، واللي بكب على غيره هو ضعيف. رئيس عون قوص عليه بجميعه، ما كب التهمه على حدا، بقى حامل بقى متابع وعريهن. وبرجع بقول لك عهد ميشيل عون هو شراره البدايه، شراره بدايه سقوط المنظومه. انزعجوا، حبوا، عرفوا. اليوم القضاء محبط، اليوم القضاء يعني مكبل، القضاء قدام مفرق طرق للاتيان بقضاء يستدعوا هالمنظومه كلها بالدور. هاي المنظومه تفضلوا لعنا، هون شو عامل وهون شو عامل وهون شو عامل. هيدا الموضوع اللي ما عم بيفهموه، ما بقى فيهم يكملوا ببلد التراضي، ببلد التسويات. خلصنا، منقبل بتسويات بس مش على حسابنا، مش على الشعب الآدمي، على الشعب اللي ناضل، على الشعب اللي ركض. فاليوم إذا جينا حكينا بصفر كهرباء، وما بدنا نقول ليش في صفر فيول، ليش الكهرباء ما المعامل موجودة، شو بيمنع من تدوير المعامل؟ اللي بيمنع أنه أنت فيول ما بدك تجيب، والفيول اللي هو جاي متأتي من دولار رياض سلامي. طيب إذا ما بدك تجيب مصاري من عند رياض سلامي، راح الدكتور وليد فياض وقال لهم 22 سنت بزيد التعرفة، وبخلال 3 أشهر بتمولوني ب 490 مليون دولار، لأنه أنا بثلاث أشهر كون حضرت قوانين الجباية، يعني المشروع الجباية، وبلش أجبي هذه المصاري لحتى هذا الموضوع يمشي، وبشيل عن كاهل لبنان 2 مليار دولار بالسنة غرقين. يعني انحطت خطة. شو كان جواب الحكومة؟ لا تعرف قبلانين يزيدوا، ولا خطة بدهم، ولا بدهم يشتروا فيول، وبدهم يكبوه عليك. طيب اجت الهيبة الإيرانية، ما طلع الوزير الطاقة عند السفير الإيراني وقت سمع بالهيبة، وقدم له شو بدنا اشياء، والهيبة لا تمر بالعقوبات لأنه ما عم تدفع مصاري ولا تمر اقتصاديا بشيء، وقدم له اياه. وراح
ايه، وراح عند رئيس الحكومه وقال له لرئيس الحكومه انا قدمت ملف بدور لبنان 16 ساعه عليك بالمبادره بالاتصال بالسفاره الايرانيه، ما اتصلوا. طلع السفير الايراني زار رئيس الحكومه قال له اتقدم، بدي لجنه فنيه لتطلع من الخبراء نتابع هاي الملف. شو كان الجواب؟ مبهم. طيب ما بدنا الايران، ما بدنا لانه في راي دولي بيقول غير هيك، وفي ارتهال واجندات للداخل، ما بقى فينا نخبي بعضنا، ارتهال للسفارات، اجندات غير وطنيه. على كل، نحن مش ضد العلاقات الدوليه وليس الزحف وبيع كل شيء بلبنان وراحنهم للسفارات. طيب اجت الخطه الثانيه انه انت من العراق قادر يجدد لك المليون و200 الف طن من الفيول. طيب اجى قال لك في 550 مليون دولار اللي اخذت انت فيهم على سنه، بدي وفد من الحكومه يقول لي شو بدك، كيف بدكم تدفعوا؟ يا بتدفعوهم يعني مثلا انت بتجيب تلاميذ من على الجامعه اللبنانيه، بتتحمل هاي التلاميذ من العراق لانه بحبوا العلم بلبنان كونه طقسه وكذا، والخبرات الموجوده عند اللبنانيين تساعد العراقيين للعلم وهو الخبريات. قال لك اعطيني اياها تروك، اعطيني اياها فواكه، اعطيني اياها كمان، ما في جواب. طيب اجوا الامريكان قالوا لك هلا نقدر نجر لك مثلا 400 ميجا من الاردن، قادرين نعطيك غاز عن طريق مصر. شو بيمنعهم ما يعطوا؟ مين قال لهم ما رح نقبل؟ مش كتابات يعطونا اياها قالوا لك ايه بدك تعمل ترتيبات. قدمت لهم اول كتاب وثاني كتاب، والله يرحمه شادي كرايدي يعني كان يحطنا بالصوره شو عم بيصير هنيك، وعطول الحصار الدولي موجود عليك. اجت الجزائر، اجت الجزائر قالت لك انا بقدر اعطيك لاربع اشهر من دون ما تدفع، يعني انت بتظبط حالك خلال اربع اشهر تبلش جبايه، بلش ادفع لي بعد اربع اشهر، انا بمولك هلا وخذ 16 ساعه و14 ساعه. مين حكى مع الجزائريين؟ طلع الوزير حكى معهم، نزل لهم معه الملف كامل، طلع عند رئيس الحكومه اعطاه اياه، اخذهم عند السلطه السياسيه يلي مركز القرار بالحكومه، ما حطوه على الجدول، ما حطوا رئيس الحكومه على الجدول. اجى رئيس الحكومه جاب لك خطه معمل جديد، قال له يا خي هول المعامل، قال له الوزير هول المعامل مش قادرين نعبيهم فيول، جاي نحمل اللبنانيين صفقه جديده، بنعمل معامل وما بنقدر نجيب فيول، شو عم نعمل بالعالم؟ وراحوا قالوا لك من تاني مال، صاروا يبكوا انه فشل الوزير او فشل الطيار بمطرح معين يلي هو الوزير. صار 12 سنه بفشلوا مشروع اللي كان عمله بوزاره الطاقه نتيجه النكد السياسي. طيب هون من خلال هذا الكلام استاذ شربين، شو هو السبب؟ هل هو عن جد القرار بمنع انجاز تحقيق انجاز بالمده المتبقيه من ولايه الرئيس عون؟ ليك المعركه منا بس مع الرئيس عون، المعركه مع الشعب اللبناني، ومعركه كثير كبيره. هذا الحصار اليوم رئيس الحكومه الحالي مشكلته مع الشعب اللبناني وليس مشكله شخصيه مع الرئيس عون. الرئيس عون عم بحط له لك انت اليوم عندك مشكله النازحين، بيروح الرئيس عون صار عامل اجتماعين اثنين ثلاثه بالقصر، رئيس الحكومه مسافر، وهي النازحين بتخسرنا بالسنه 3 مليار دولار، نحن انسانيا لابعد حدود مع كل نازح عنا او لاجئ، وكل بيعرف مسلكيه الشعب اللبناني، لا عمل مره يعني يا سمح الله مجزره بلاجئ او عمل اي او حرق خي، يعني ما في عنا هذا الاسلوب، في عنا اسلوب تفاهمات لحتى انه ننجي لبنان من اي مخطط من الخارج. وقت اجى الوزير جبران قال لهم خلينا نكون هالحدود بين لبنان وسوريا في مساحات كثير كبيره، بنعمل مثل المثل التركي او المثل الاردني، اتهمنا بالعنصريه. عم بقول لك انه الرئيس عون عمل ثلاث اجتماعات للنزوح السوري لايجاد طرق وحلول ورفع توصيات وعملوا ما بينشغل، رئيس الحكومه مسافر. اليوم في حرب على الشعب اللبناني، الكل يفهم انت ممنوع تكون شعب قوي سيدا حرا مستقلا بدك تنساها، انت امام مفرق طرق، يا بتقبل تكون بلد لبنان سيد حر مستقل او بدك تضل مرتهن للخارج، للخارج شروطه هينه، من دينك قد ما بدنا، انت بتتعسر ماليا، بنرجع بنفرض افكار الشعوب، ليش بدنا نكون يعني شعب؟ هيدا المنهج اللي استعمل من سنه 92 نتيجه الاستدانات المستمره، صحيح اللي ما تناسبت عليها الحكومات. بس هون مش عم تظلموا شوي للرئيس ميقاتي، لانه وزير المهجرين قال انه هرب 500 نص مليار دولار. طيب هو مسافر ليلاحق هيدا الموضوع يا استاذ شربل، بده يلاحق ليك المسؤوليات لوين راحوا؟ ليك اليوم انا عم بقول لك المجازر الجريمه الماليه يلي ارتكبوها بحق الشعب اللبناني هي جريمه مش حاصله بولا بلد بالعالم،
يعني انت استاذ صحيح. فادي مطلع فاحنا على خطة المشهد الأمم اللي المتحدة وصندوق النقد الدولي بلا قطع لحديثك من 22 يوم صرنا نخطها من الجرائم ضد حقوق الإنسان، يعني انتهاك لحقوق الإنسان، لأنه صحيح عم تضرب له بمعيشته. صحيح صحيح. هيدي الفجوه الماليه، هالجريمه الماليه بحق الشعب اللبناني، يعني كيف ما بدك توصفها؟ لان احنا بنصير نفكر فيها، ناس قعدت بامريكا، قعدت بكندا، قعدت ببلدان الخليج ليل نهار، تطلع بنهار 30 دولار، تبعت 20 دولار على لبنان تعيش ب 10 دولار بنهار. عالم ما حدا انتبه انه عالم نحتت حياتها، روحت حياتها، وفي حدا تاني اجى اخذ تعبها. يعني مجرد التفكير بالموضوع انه كيف هيك انت بتقطع على الشعب اللبناني هيك مشروع طويل عريض، مين غير الرئيس عون اليوم يلي المنظومه السياسيه كلها سوا عندها عتب هون وبتهاجمه هون وبتطلع هون، اكيد بدها تهاجمه، اكيد بدها تهاجمه. وقت يجي يقول له انه ما لنا لنا هيدا بلد اسمه لبنان، ومطرح ما بدك تروح انت تشبك بالاجندات تبعك هيدي مش معترف فيها عندي، اكيد بدهم يواجهوه. لبنان اللي انرسم له مشروع كثير خطير، افقار الشعب اللبناني وتنزيل مستواه لابعد حدود ممكنه، بتخرب اليابسه تاخذ البحر، بالاضافه للبحر موقعه لبنان الاستراتيجي على حوض البحر المتوسط، شعبه يلي قادر ينطلق على كل بلدان بالعالم، وانت بتعرف كيف اللبناني بيتاقلم باي مجتمع، اللبناني كيف بيبني حاله، اللبناني لوين بيوصل. هذا الشعب اذا تم انهياره ورحنا على دول الشتات، نحن وين بنصير؟ نحن وين بنصير؟ اليوم لبنان عندك 13 ساعه كهرباء مطفي له اياها، عندك نازحين سوريين عم بيتعلموا لبنانيين، لم تفتح المدارس للتسجيل لهم، جامعه لبنانيه طلبوا من اجوا عملوا شغله البي سي ار على المطار، اكيب الجامعه اللبنانيه مع مختبراته بالاتفاق مع وزاره الصحه واداره ميدل ايست والحكومه، اجوا تموا الاتفاق، والجامعه اللبنانيه سوري، الجامعه اللبنانيه وزاره الصحه والميدل ايست، تم الاتفاق انه الجبايل بتصير من البي سي ار بتروح بالفايده لحتى نفتح الجامعه اللبنانيه ومساعدتها للجامعه اللبنانيه، بس نقول الرقم صار 50 مليون دولار، 52 مليون دولار، هلا مدير عام الميدل ايست ما بيعترف بالموضوع وبيقول لك اختفوا استاذ امبارح. شربل، اختفوا. كنت هديك المره كان معنا ضيف زميلك بالتكتل اللبناني القوي دكتور ادجار طرابلسي، وهو حكى مع اتصل فيه محمد 20 الحوت. دقيقة حتى بعد ما استقبلوا محمد الحوت، لأنه موضوع الجامعة اللبنانية ما بيستاهل إنه نواب تقعد مع مدير عام ميدل إيست، لأنه محمد الحوت هو أكبر بكثير من الشعب اللبناني، إنه وإذا طلابنا ما تعلموا. والأخطر من هيك أستاذ فادي، أخطر شيء ممكن بأي مجتمع بالعالم إلغاء المدرسة الرسمية. كل دول العالم صار فيها حروبات، أول شغلة بس طلعت من الحرب لبناء وطن تبني مدرسة رسمية، مع احترامي للمدارس الدينية، المدارس الدينية تبني لك شعب وبتبني عالم، بس بمطرح معين المدرسة الدينية منا هي الوطن، الوطن هو المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية. اليوم نحن طلابنا يلي ما عنده قدرة ليروح يتعلم، أهله يعلموه أو هو ما عنده القدرة يتعلم بأي جامعة، يعني بده يروح على الجامعة اللبنانية، ما عنده مطرح، مش عارف شو يعمل السنة. طيب المدارس الرسمية، الأهل اليوم متعسرين، المغتربين عطوا أول سنة وثاني سنة وثالث سنة، العالم زبطت حالها بأول الأزمة، ونحن اليوم نعرف أمريكا وأوروبا كيف عم بتطب، نعرف أوكرانيا والحرب مع روسيا وين أخذت العالم بأي اتجاه، أخذت العالم للطاقة خفت بالغاز، رايحة العالم على غير سبل، وهيدي السبل عم بتخلي العملات تنهار، يعني في تغيير بالعالم كثير خطير. بلبنان ما عم نواكبه، تاركين الأزمة نازلة، تاركين إنه مثل ما عاشوا بثلاث سنين العالم كمان بيعيشوا هلا. كيف هالحكي؟ اليوم نحن على بواب شتي، العالم طب شو بتموت بلا تدفئة؟ بتسرق؟ يلي ما قادر يغطي يجيب حطب، بده يجيب مازوت، المازوت اليوم شتويتك بتعرف قد ايه بتكلف صارت بلبنان؟ حدا عم بيشعر انه اذا في اولاد رح تتدفى السنه بالشتويه، ولا في اهالي بعيد من هون يعني بالشتي رح تروح من ورا السقعه، حدا عامل هذه الحسابات؟ ما بيشفقوا على هاي العالم؟ استاذ شربل، يعني كنا في كثير ناس عم تسال انه ولايه الرئيس العون بتخلص ب 31 تشرين الاول 2022. طيب هيدي الملفات اللي عم تحكي فيها،
طيب طالما ما عندنا رئيس مجلس نواب يقوم بواجباته مثل ما بنص النظام الداخلي ومثل ما بنص الدستور اللبناني، وخاصة المواد اللي بتتعلق بمحاسبة رؤساء الحكومات والحكومات والوزراء على أعمالهم، وإذا كان في إهمال هن بيشكلوا لجان، يعني رئيس مجلس بحط بجدول الأعمال جلسات من أجل تشكيل لجان برلمانية للتحقيق بكل هالقصص اللي عم بتصير. طيب إذا من هلأ ل 31 تشرين الأول ما قدرنا فرضنا طريقة معينة من أجل هذه المحاسبة، قد ايه بده يصبر المواطن اللبناني بعد لحتى يقدر؟ نحن كشعب لبناني عظيم صابرين لأنه عارفين إنه الحق بده ينتصر بالآخر، بس أستاذ شربل لقد ايه بدنا نضلنا صابرين؟ وهل من الممكن تكتل لبنان القوي يقوم بأي دور فعلي لفضح من هو متلكئ ومتواطئ من أجل عدم كشف هذه الأمور وملاحقتها، وعلى رأسها حاكم مصرف لبنان؟ لا يجوز مثل ما قلت استاذ شربل قبل شوي، لا يجوز انه يكون في حاكم مصر في لبنان مدعى عليه ومتهم من كذا مرجع قضائي بكذا دوله بالعالم، وبعده مستمر عم يدافع عنه نجيب ميقاتي ويدافع عنه نبيه بري مع بعض الرموز الدينيه ايضا اللي بسميهم انا صاروا حراس جهنم. ايه ليك استاذ فادي، عم بقول لك اللي عم بيصير معنا هي بلبنان وبحق الشعب اللبناني جريمه كبيره. واذا حدا مفكر انه هيدي الحلول ممكن بعد شهر وشهرين وثلاثه تقدر توصل لها، انا برايي المشوار مش انه طويل او غير طويل، المشوار بدنا نتعاطى معه حسب ما عم تفرض الحاله عليك. اليوم انت شئت ام ابيت المسرحيه اللي عم بتصير اخدينك على فراغ مع حكومة تصريف أعمال. هيدا الموضوع ما بيقطع. أول شيء هذه الحكومة 11 شهر كلنا بنعرف، وهلأ شهرين ونص، يعني يعني وقت كافي لتشوف شو أعمالها. طيب لا بملف الكهرباء أنت قدرت تعطي العالم كهرباء، وإنما أعطيت العالم نكد وأعطيت العالم مثل ما بيقولوا تعبت. انت بتعرف الكهرباء على شو مؤثره؟ كل طلعه ضوء 100,000 دولار فريش دولار بدك تامنهم لمازوت ل 2500 محطه تيليكوم بالبلد يلي هن الالفا والام تي سي. طيب 100,000 دولار انت ما عم بتفوتها على الحركه الاقتصاديه داخل البلد، هذه مش تجاره، هي عم تحرقها. انت عم تجيب 100,000 دولار كانه عم تولعها. عم خبرك المستشفيات 200,000 دولار و150,000 دولار، عم بعطيك الارقام يلي انت عم بتجيبها فريش دولار وتحرقها. ليك شو خطوره الوضع؟ عندك كل شيء مصالح ومعامل، يعني في جزء عم بيروح طاقه شمسيه، في جزء اوكي ركب طاقه شمسيه، في جزء بعده على المازوت، هو كليتهم ليك كميه الاستهلاك المازوت. هذا بالاضافه انك جاي انت على شتويه بدك تمون، انت جاي على مصالح كمان معداتها كلها بتمشي على المازوت، هذا المصروف صار فوق الطبيعة بالحرق. طيب غلت لك فاتورة المستشفى، عم نحكي إنجازات هاي الحكومة لو وصلك على أي فراغ أخديننا عليه، ما عليه لو حكينا شوي باسترسال. فاتورة المستشفى غليت، فاتورة أكلك غليت، فاتورة النقل غليت، فاتورة كل شيء أساسي عندك بالبلد غلي. طيب وبذات الوقت عندك كيف فيك تستعيد عن هيدا الغلا؟ هلا الحاله قد ايه الازمه صعبه وقد ايه الدولار عالي، انت فيك كنت تنزل على كاهن المواطن كل شيء النص وتعطيه 13 ساعه من كهرباء المعامل يلي هي بدها تكون ارخص بثلاث اضعاف اللي عم تدفعه هلا بالمازوت تبع الموتورات. انت بتعرف المعامل انتاجها وهول خبريات رغم الخلاف رغم التعديات على الشبكه من المخيمات ومن كرة بكثير مطارح ما بتدفع ومن تعديات بالتعليق والى اخره، مع هيدا كله قادر انت توفر على المواطن اللبناني فاتورته ثلاث اضعاف بالطبابه بالاكل بالمواصلات بكل هول. طيب في قرار هذا الشيء ما بينعمل، انه بينعمل بس يفل الرئيس عون منجيب فيول ومنعوم البلد فيول ومنبلش ننزل بالفواتير. طيب هيدا قصاص للشعب اللبناني ولا قصاص للرئيس عون؟ عم بعطي هيك سؤال. هيدا اسمه جريمة بحق الشعب اللبناني، هيدا اسمه منظومة سرقت البلد وعم تلاقي حجج لتعمل فوضى بالبلد لهي تزمت. هلأ الرواق ما بيفيدها لهي المنظومة، لأن قديه أنت بتعطي رواق بالبلد؟ يعني اليوم لاحظ أي كلام تأجيج بالسياسة لحتى رد
ردة فعل تصير، أو يا سمح الله يصير دم بالشارع، هاي المنظومة بترتاح فيها، هيدا اللي ما راح نخليه يصير. بده كل الرواق يصير ليبلش القضاء ينظف حاله، نحن بلشنا بمعركة القضاء، واليوم أنت شفتنا عند بأمام بيته للقاضي جمال خوري، جمال خوري يلي صار له عدد من الأشهر ما عم بتقوم بواجبها قدام أكبر جريمة بالعالم. أكبر يا ريت جريمة يا ريت بالعالم. توضح للناس قضية هذا التحرك، وليش الرئيس جمال خوري هي المسؤولة عن الموضوع؟ هل لأنه ملفات الطلبات الرد والتنحي هي بإيده وما عم صحيح. تنظر فيها؟ نحن وصلنا على حيط مسدود. هذا الحيط المسدود خلقته هذه الطبقة السياسية. عندك القاضي بيطار صار كف يد. أوكي. أنت في موقوفين موجودين بالسجن، مش بالسجن، بالمعتقل، لأنه موقوفين بعد لهلا كل موقوف صار له سنتين حقيقي معه ساعتين. مفتوحين. تخيل. إيه. وعندك بذات الوقت شهداء، في ناس فقدت يعني يا سمح الله أولادها، فقدت شو بدي اقول لك، يعني هذا استشهاد فوق الطبيعه. واحد ماشي على الطريق العام عم يعمل عم بيمشي، واحد تاني قاعد بشغله حملوها للعالم. جتت في بيوت اتدمرت، نص بيروت طارت، في مرفأ يلي من اهم مرافق على البحر الابيض المتوسط، ان كان احواضه وان كان الاستركتور تبعه وان كان ميزته العالميه وان كان تاريخه بالشرق الاوسط، اتدمر. تاني نهار افتتحنا حيفا. تخيل هالمصادفات، وانت كلبنان ما عارف كيف تدير شؤونك، وانت كشعب لبناني مصور للعالم كله محبط، مفرجي للعالم انه كهرباء مش قادر تجيب، وطبابه مش قادر تامن لهم. هيدا المشهد منه صدفه، هيدا المشهد احباطك واغراءك وتدمير. في يعني في مشروعين بالبلد، في مشروع بده يقوم بالبلد، في مشروع بده يدمر البلد. تدمير البلد انه ما بنجيب لهم كهرباء، ما بنسرق لهم مصرياتهم، بنعمل لهم فجوه ماليه مصطنعه، بنعمل لهم كهرباء. المهم لكمل لك هاي عن بما القاضية. تتحمل مسؤولية المنظومة الدولية استشهار بالخصوصي بعد ان تفجير مرفأ بيروت، اجت القوى الغربية ونظفت معالم الجريمة لحتى إيه؟ يستبعد فكرة اذا كان لا في قصف صاروخي او لا. أنا راح أعطيك معلومات أكثر من هيك، بس تفضل أشرح لك عن القاضي جمال خوري. تفضل. القاضي يلي قادر ينام آخر الليل عم خدته ويقعد عادي ولا كأنه صار شيء، وفي جريمة طويلة عريضة، في جريمتين، في الشهداء وفي جريمة تانية الموقوفين يلي صارت عيالهم يلي دمر كل شيء ومش عارفين ليش موقوفين. وبتجي انت قاضية بدل ما تعملي القضاء ككله، بدل ما يعمل غرف عمليات ليل نهار ما تنام، وتقوم بالاستدعاءات اللازمة وتقوم بالشغل اللازم لتفرجي الشعب اللبناني يلي هي بتحكم باسمه انه انا عم بعمل كذا كذا كذا، قضاة عايشين عادي بكل رياحة نفس، وعم بيقوموا بطمس وتغيير مسار الحقائق وتحويل التحقيق الى تحقيق هزيل لا يليق بالشعب اللبناني. القاضية موجودين عندها طلبات من الموقوفين، من اهالي الموقوفين، راحوا قدموا طلبات قالوا لهم انه نحن بدنا، لانه ما بقى في قاضي واولادنا واهالينا موجودين بالموقوفين، بدنا قاضي للنظر بهالقضيه وتكمله مسار التحقيق. يعني هلا انت بالبلد ما في تحقيق، او وراح اشرح اقل لك. له النظر بطلبات تحليه السبيل، مش ضروري يفوت بالتحقيقات باساس جوهر التحقيقات. ليك مثل حتى الاهالي قالوا، مثل اخلاء السبيل يلي له حق يتم اخلاء سبيله، كمان في اهالي الشهداء كمان بدهم يعرفوا الحقيقه، انه ما مش مزبوط انا انه طلبوا بالشغلتين، انه استبدال او ايجاد حلول، لانه بالقضاء النصوص ما بتوقف بالقانون، بضل في نصوص لمعالجه الوضع القائم. انت عم تتخيل هلا 5 6 اشهر ما حدا، او 8 اشهر ما بعرف قد ايه الوقت، ما حدا معيط للموقوفين ليسالهم سؤال؟ طب مش ليه باطل تركهم؟ 2021 استاذ شربين، مش ايه باطل ايه 2021. ايه انت هلا هودي الجماعه موجودين قاعدين هلا، طب شو بدك فيهم؟ طب ما حطهم اقامه جبريه ببيوتهم، اعمل لهم ما بقى يعني ليه طيب هيدي اول جريمه، بس لتقول انه انا موقف حدا، ليك وين صار الخطر؟ يعني بيقولوا لك بس لنكون عندنا حدا موقوف. شو حبيبي هودي اولاد غسانه، ما في وراهم ناس، ما في وراهم عيال، ما في اولاد عم تبكي بالبيوت، ما في ناس وقفتوا لها معاشاتها خربتوا لها بيتها لهي الاهالي ابدا. طيب لتبرير هذا الموضوع خرملوا القضاء،
انه ايه، ما هون بعد في ورقه هونيك والقاضي عم بتبت وكذا. القاضي شيء اخطر، انه القاضي جمال الخوري رايحه تتقاعد امتى؟ رايحه تتقاعد ب 20 ايلول. هيدا الشيء ما بيبريها، هيدا الشيء هو مثل ما بيقولوا انت عم بتحط على جبينك انه انت استلمت اخطر قضيه بلبنان بفتره معينه، مش هي الوحيده، نحن جايين لقدام بالاسامي الثانيه والضغط على البقايا والتشهير فيهم وتسميتهم، ما راح توقف المعركه هون، نحن هيدي البدايه، وكل فاسد راح يكون قدام بيته، وكل شخص ارتكب في ملف عليه وقاضي ما عم بيبت، راح نفتح هالملف ونحطه بوجهه، اوعى يفكروا من بعد ما صار في انتخابات نيابيه وطلع مجلس جديد والى اخره وثلاث سنين اللي صار معنا والى اخره وتم تدمير هيدي الحاله، انه هون نحن خلصنا. نحن هون قوينا واخذنا خبره اكثر على هالمنظومه كيف نتعاطى معها. يعني اليوم هيدي من الخطوات التصعيديه اللي عم بده يقومها اكيد اكيد. نحن بدنا نعرف حقيقه المرفأ. ما في شخص ملف امني قضائي بتروح بتوقف اداريين، يعني بالشوم عليك. انت رايح توقف اداريين كانوا عم بيكتبوا مكاتيب ورافعين اكثر من 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 ملف شارحين فيه، وداخليا يعني كتابات داخليه وكتابات خارجيه، انه هيدي المواد كثير خطره وهيدي المواد ممكن توصل لهون. هودي الجماعه عملوا مسؤوليتهم واكثر، ركضوا على الاجهزه الامنيه وغير الاجهزه الامنيه، تعاطت بالموضوع بطريقه التوائيه. طيب والقضاء شو كان موقفه؟ مين امر بتنزيل البضاعه؟ رح اخذك على شغله ثانيه استاذ فادي، لاقول لك قديش القضاء مسؤوليته كبيره، وقديش القاضي جمال خوري والقضاه الثانيين رح نسميهم قد ايه مسؤوليتهم بتنييم الموضوع. اذا هن مش عارفين شو الشغله صارت ببيروت وشو صار استشهاد للشهداء الابرياء اللي سقطوا بسبب اللي صار، ومش عارفين انه قد ايه مصالح دمرت وقد ايه شحدنا، يعني عملونا شحادين يعني لحتى يعمروا بيروت، لان يعني نحن ما بدنا جميلة حدا بيعمرها، كتر خيره اللي اجى قدم، بس اخر في شيء اخر شيء في دولة اسمها لبنان، اجت الان جي او اشتغلت ديريكت مع العالم مش قاري الدولة. يعني للاسف نحن مع اعمار بيروت، بس يكون في اسس ويكون في وضوح ويكون في مثل ما بيقولوا دولة من دولة لدولة عم تتعاطى. المهم 500 مليون يورو اول 4 ايام من بعد تفجير مرفأ بيروت نزلت على الان جي اوز وما نعرف وين راحوا هودي المصريات. وصحيح صحيح، يعني في ناس اشتغلت بنظافه وفي ناس استغلت هيدي الظروف واستغلت دماء العالم واستغلت الجرح الكبير اللي نحن وصلنا له. المهم نحن عم نخبر هيك، نخبر القاضي جمال خوري ونخبر القضاه الثانيين، رح نذكرهم الله راد بالايام الجايه ورح ننطرهم على بيوتهم على غير بيوتهم، لانه هذا الموضوع منه مسحه انفجار المرفأ. عم نخبرها ليه ما بتساعدوكم غير اطراف استاذ شربت برايك؟ لانه نحن ما بتفرق معهم نحن او لانه ما بنحسن بهذا الموضوع. نحن استاذ فادي بندعي الشعب اللبناني كله يمشي قدامنا ونحن ورا. نحن مش ناطرين نعمل عناوين نضاليه ولا ناطرين انه هذا الموضوع نحطه انه مثل ما بيقولوا عنوان لنا لاستقطاب العالم، ما بدنا نستقطب حدا، بدنا بلد اسمه لبنان، بدنا العالم كلها تجي تقارن شو عم نحكي وتقارن الصح من الغلط، واذا الصح ندعم كلنا بعضنا لتكتر اللغه تبعنا هيك ونحاصر ونطوق الناس يلي عملوا مجازر بالبلد وطلوع ونزول. يعني اللي عم بقول لك اياه اكثر من هيك، ما في واحد ارتكب بالحرب اللبنانيه ما ارتكبه من ال 75 و90 وبتشم ريحته هلا مثلا بريء. بتلاقي مثل ما عملنا جرائم قدرنا نعمل جرائم ماليه، والما توفق بالجرائم الماليه ظبطوه. يعني للاسف منظومه بتفهم على بعضها من وقت كان هيدا يركب حاجز للثاني ويقول له فلان الفلاني عم بيزعجني بحزبي صفيه انت لما سمي. يعني كلنا بنعرف بالحرب اللبنانيه عملوا حرب طائفيه على اساس مسيحي ومسلم والى اخره وكذا، بس وقت واحد كان يزعج بالحزب مثلا افترض بحزب مسيحي كان يطلب من الحزب الثاني او يقول له انت اعمل له كمين وصفي، لا انا ما بحمل دمات وحملها انت، والعكس صحيح. يعني اتفاق اكثر من واضح بينهم، وهي ذاتها راحوا على الجرائم الماليه وبرروا حالهم بطائف حميتهم الدول كلها وعملت لهم طائف لحتى يظهروا من شيء بناء وطن. طيب
جينا للقاضي، بنرجع بنجي للقاضي جمال خوري وكل القضاة الموجودين. طيب انتوا شو بتيتوا بهذا الملف؟ انتوا خلال سنتين مع كم واحد حققتوا؟ انتوا عارفين، وانا بقول للشعب اللبناني، انه في الملف تبع افراغ الباخره ماضي عليه 154 شخص، الملف بينقل من مكتب لمكتب سبيس بادي. انا تابعته ورحت على الاوراق وتابعت الملفات، كوننا نواب نحن لازم ناخذ المسؤوليه على عاتقنا، مش الشعب يلي بده يركض ليل نهار بده يجيب المعلومه من هون. نحن عملنا دوفوار كثير كبير، انا وعدد من رفاقي وزملائي، وجبنا داتا كثير كبيره. هاي الداتا شو بتقول؟ بس لتكون عارف، هاي الداتا فاتت الباخره سنه 2013 عشيه عيد الاستقلال بال 2013. من 2013 لل 2020 لوقت انفجرت، مش الباخره، انفجرت البضاعه، لان الباخره هلا بخبرك وين راحت. ايه 7 سنين، 7 سنين انت موجوده مواد مدمره، مواد مش عم نحكي نحن 5 طن، عم نحكي ب 2750 طن، وما حدا يخبرنا نقصه المواد. انت لتفضي هيدي الحموله بدك تفوت كميون اذا بدك تسرق منها، وبدك تجيب ونش، وكل خيشه يمكن بتزيد نص طن، يعني مش متحملهم بكيس لتفضي ال 2750 طن او تحطهم صندوق السياره. ما حدا يخبرنا هالخبريه. 2750 طن، اكبر شركه بتفجر بلبنان صخور وكذا وبس شماس يمكن، وعندها تعهد والى اخره، يمكن تفوت لها بالسنه يمكن شيء 4 طن. عم تتخيل بهيدا العيار ال 34.7، 4 طن او 5 طن، انت مفوت على باخره وحده 2750 الف طن. طيب هيدي الباخره لنقول اول شيء اجت رصفت بليله عيد الاستقلال، وين العرض العسكري؟ على العرض العسكري، ما انت بتعمل العرض الاستقلال حد بوسط بيروت حد المرفأ، هونيك رصفت ليلتها مع هاي الحموله. عم تتخيل المشهد؟ بدها ترصف على 5 ساعات تحمل بضاعه 8 كونتينر و4 تراكات وتفل، هيدي الورقه تبعها معموله هيك. وبتفل امتى؟ لانتين نهار عيد الاستقلال فرصه، بتفل ب 23 يعني السبت. اعطيت الاذن انه تخرج من المرفأ، ما ردت على الاذن. وب 25 الشهر شوف هالمصادفه، اجت لجنه لتفحصها للباخره وما بعرف شو، قاموا كتبوا انه فيها اضويه وفي شحم على موتيرا وخبريات، وتغاضينا على الموضوع. خلال شهر لاجت شركه سمير باروده للمحاماه، قالوا قامت بحجز الباخره لان عليها اموال من شركتين ثلاثه، عم بعطيك اياهم سريعا انا. بكل ورقه من هون مكتوبه وهي مذكره داخل المرفأ او خارجه. طيب تركنا هيدي الباخره عنا. تعرف انت بنهار بمرفأ بيروت وقت يصير اي اشكال بباخره وحجزت عليها والى اخره، لنقول في باخره بتجي بتفضي البضاعه غير باخره، بتبقى الباخره بتفل الباخره هيدي. عم تتخيل الموضوع؟ يعني هاي الباخره في مشكله عليها، عملوا لها افراغ على باخره ثانيه للشركه يلي بعتتها وودوها للبضاعه. طيب تركنا هيدي البضاعه موجوده عنا، توصل انت من دون ما فوتك بالتفاصيل بس الرابورات الاساسيه عم بعطيك اياها لل 2016. بال 2016 تجي خبيره اسمها ميراي مكرزي، بسبب طلب من الشركه يلي طالبه البضاعه انه ليشوفوا اذا هاي البضاعه يتحققوا منها، انه اذا بعدها ظابطه ولا مش ظابطه، بيتحققوا منها بيطلع عياراتها 34.7، يعني هاي البضاعه بتشيل بيروت. بيجوا شفيق مرعي ببلغ قيادات امنيه من دون ما سمي، جاي الايام لنسميهم اسمه اسم، بتبلغ قيادات امنيه بيقول لهم هيدا الرابور بين ايدي وهيدا الرابور من كذا كذا، بعتوا هن حدا لحتى يروح كمان يفحص انه على اساس انه هيدا فيه شيء لعبه، فحصوا طلع ذات الشيء. قالوا شو بدكم تعملوا فيهم؟ قال في اسم هالشركه بلكي بتبيعهم اياها. كيف بدك تبيعهم اياها؟ كيف بدك تبيعهم اياها لهيدي الخبريه؟ ما انت لتفوت كونتينر فرقاع تجي وبتاخده بترصفه تحت الونوشه على اخر الدنيا لحتى انه اذا انفجر ما يكون عم بينفجر ضمن بيئه انه بتاذي، وبياخذ 4 ايام وبترافقوا احدى الدوريات ليشوفوا وين بدهم يفضوه ويتاكدوا من الديبو فيه اذا فيه تهويه او فيه الى اخره. نحن تركنا هودي من بعد 2016
لل 2013، كل هالفتره الزمنيه. بال 2016 اكتشفناهم وتوسعت باكبر مختبرات، جينا تركناهم من 2016 لل 2020 2750 طن. يعني عم تتخيل والاداريين يلي موقوفين، هن الاداريين كانوا عم بيكتبوا، انتبه، صحيح. كلهم كلهم الا بدري ظاهر، بدري مكان. يعني الموقوفين هلا كاتبين ومعهم حق باللي كتبوه، عم بينجوا لبنان من انفجار كبير او عم يشيلوا المسؤوليه عنهم، عم بيراجعوا القضاء، عم بيراجعوا السلطات العسكريه، وما حدا عم بيجاوبهم والكل عم بيتغاضى. بنروح نحن اليوم بنقول له، بنقول لهم انه هول الموقوفين الاداريين بنشيل لهم قاضي لحتى ما بقى يحكم بشيء، بنعمل شلل كثير كبير بالقضاه، واخر شيء الاهالي بدها تترجى القضاه لحتى يطلعوا لاولادها، والشهداء بده يترجوا القضاه ليكملوا التحقيق. طب انا بدي اسال هول القضاه، هول المعلومات بيعرفون؟ حققوا مع مين؟ مين نزل فحص هاي الخبريه؟ حققوا من 2013 و2014. انت عرفت انه البيخه تفضت بعد سنه استاذ فادي؟ فاتت 2013 تفضت بعد سنه. طيب انا بدي اسالك سؤال ثاني. عبد العزل الرئيس جاد معلوف قرر يشيل الحجز الاحتياطي عنه لحتى تتفرغ، وهو عطى القرار وبسيه مكتب محاماه تابع لوزير الاشغال السابق غازي زعيتر. طيب استاذ معلوف، استاذ شربي، بس هون بالمناسبه حضرتك ما زالك عم تحكي عن هذا الموضوع، بس عندي شغله. عارف انه الباخره يلي عليها قضيه مثلا حجز وهول خبريات، عارف انه الباخره رجعت غرقت بلبنان؟ صحيح صحيح. من بعد ما يعني كانه انت بعتت باخره نفذت مهمتها ونجليجاب غرقتها. يعني شو هالجريمه بحق اليوم هيك بدنا نعرف الحقيقه؟ هيك نحن بدنا نروح نواجه الشعب اللبناني يلي خسر ما خسره، يلي دمرناه ما دمرناه؟ لا بتجيب له رياض سلامه ليمتثل امام القضاء، ولا بتجيب له الحقيقه من... انا بدي اسال القاضيه وغيره، رفاقه راح بكره نسميه، بالاضافه انتبه نملك قضاة بلبنان من اهم قضاة بالعالم، بيوزعوا على العالم شرف وكرامه حاطينهم على جنب. القضاء بدي اسالهم، انتم خلال سنتين مع كم شخص حققتوا وباي ملف نظرتوا، ومع كم مثل ما بيقولوا قد ايه الدايره توسعت، وشو المعلومات اللي عندكم؟ هزيلة، معلومات إخفاء الحقيقة، معلومات يعني تخبية كل شيء عن الشعب اللبناني لإنهاء هالحالة. هن بانتظار، كلهم سوا هالمنظومة بانتظار تفجير الوضع الداخلي بلبنان. وتذكرني يا أستاذ فادي، تفجير الوضع لحتى ما حدا بقى يحكي لغتنا، وما حدا يطالب بأمواله، واللي سرقناه سرقناه وعلى يعني بدي اسالك من ال 75 لل 90 الجرائم، الجرائم عملناها وتخبزوا بالافراح، يلا تعوا لحتى نحكم البلد ونحكمكم. شو عملوا هن بالشعب اللبناني؟ اجوا قالوا له اللي مات مات خلص، ولو ما خلص ما فدى الوطن، واللي راح راح. بدل ما تكون اقطاب الحرب اللبنانيه موجوده بمحاكم شبيهه بلهاي لمحاسبتهم على الجرائم ضد الانسانيه اللي عملوها، شو رح نعملنا؟ من لهم تسويه طبخه واحده، يلا وفوتوا لهون ورجعوا احكموا هالشعب بس بجرافات. طيب هذا المشهد. نحن بالنسبه لهيدي النقطه بالتحديد، بس لاقول على الملا قدام حضرتك، نحن عملنا برا جمعيه اورجانيزاسيون اسمها فايتنج كوربشن، يعني مكافحه الفساد. قررنا خلال هالاسبوعين القادمين بس لحتى تتامل الاعتمادات عليها الماليه كرمال رفع دعوه باحدى الدول، في اربع دول قلنا نرفع دعاوى كجمعيات من لبنان او برات لبنان بس تعنى بهذا الموضوع، ضد اربع مرجعيات قضائيه وضد ثلاث مراجع سياسيه قدام محكمه بدوله اوروبيه كرمال هذا الموضوع، لانه التوقيف للمدير العام للجمارك بدري ظاهر ورفاقه كلهم سوا بكل الاسماء من دون اي استثناء رح تنرفع هذه الدعوه لحتى نقدر نعمل حاله ضغط قويه، لانه القرار من برا مجبورين ينفذوه بالسلطه القضائيه عندنا اللي من اجل الفك اسرهم او الافراج عنهم. بس هيدي عم نحطها اون باراليل، بنتمنى على كل المتيسرين بالخارج يغطوا هذا الموضوع، لانه معمول من دون اتعاب محاماه من دون شيء ابدا، بس رسوم المحاكم. من طالبهم قد ما فيهم يساعدوا بهذا الموضوع،
ولحتى كمان يقدروا مرة تانية، لأنه بعد شهر في دعوة من نوع آخر رح ينصدموا في كتير فيها بعض السياسيين اللبنانيين، تتعلق بأمور تانية ما لها علاقة بس بجريمة تفجير المرفأ. فنحن مش منا تركيكم لوحدكم استاذ شربل بهيدي التحركات. استاذ فادي، استاذ فادي يعطيكم العافيه، وانا سبق قلت لك باول حلقه هذا الفريق، وهالمره هذا الفريق سمعناه؟ نعم نعم سمعت ايه، هذا الفريق، هذا الفريق يلي بيشبه بعضه رح يقوى اكثر واكثر واكثر. هيدي الشراره اللي اطلقها الرئيس عون بال 87 شفنا نحن كيف اتوجت بال 2005، وهيدا المشهد ما كان صدفه، هيدا لانه كان في شراره بلشت بمطرح معين وما قدروا يطفوها وعطت نتيجتها بال 2005. اليوم العهد عمل شراره، شراره للاغتراب يلي راقب وعطى رايه براتنا، يمكن هالمره يمكن ما عطانا حقنا بمطرح معين، بس يوم الاغتراب بده يراقب نحن شو عم نحكي وغيرنا وين صار بالقضيه، وين نحن عم نتابع، وين انت قادر تشتغل لبلدك. مثلا سؤال هلا اجى عندي، يعني بدي اتطرق له، تفضل. هل كلنا بنعرف انه وكمان يعني ضمن الشيء اللي انتم عم تعملوه سد بسري يلي هو امبارح عم بقرا عنه وعم تابع ملفه، هو اجى ليحل مشكله مي 1,600,000 نسمه ببيروت وساحل الشوف وساحل علي لتوصل على بيروت الغربية والبيروت الثانية وتنزل فيها كل شيء ساحل تاخده من هذا السد اللي انت عامله. طيب اجى الباقي الدولي عمل دراسة على الموضوع وعطاك تسهيلات كتير كبيرة، لان انت اللي بتوفره بالمزود وبتوفره بالطاقة، انت هون صرت عم تعبي الخزازين عن طريق الجاذبية، انت سد موجود على العالي والخزازين موجودة على الواطي وعندك كميات هائلة قادر تعطي ضغط بالجاذبية ل 400-500 خزان بكل منطقة ساحل بيروت، يلي اليوم بيروت ما فيها نقطة مي وناترة لتعبي مزوت لتاخذ من المياه الجوفية. شو رحت عملت انت؟ رحت بهيدي الفوضى اللي انت اخترعتها، لك وين الخطير استاذ فادي؟ انت اجيت فوضى على البلد، يعني اذا حدا تفركش بالبانيو الرئيس عون، ما توفقوا بالرئيس عون الوزير جبران، طيارة على المطار، عنده مطار خاص، بلشت هالمنظومة تتراكم تتراكم تتراكم، ووجهت كل الرأي العام انه صارت المصيبة عند الرئيس عون وعند الوزير جبران وعند التيار الوطني الحر، صح ما غلط؟ وشو تم اخفاء بهيدي الفوضى؟ تم اخفاء مثلا مثل مشروع سد بسري، رحنا كمان بالفوضى وعملنا من سد بسري انه هيدا بلفة وتركيبة ومثل ما بيقولوا فيها كوميسيون كبيرة، عم نحكي الأمور مثل ما هي. جيت أنت وصفت لهيدي العالم أنه هيدا ضمن منظومة الفساد وإلى آخره لازم توقيفها، طيب وقفنا سد بسري. اليوم من شو منشار بالعالم؟ من المظاهرات اللي عملناها بسد بسري، من المخيم اللي عملناه، عملنا فودوكان لنطلع نخبر الرأي العام وورد بانك اخر شيء شو بده يعذب حاله بالاقتتال الداخلي على مشروع معين، ده لك خلص نكست. وهيدا من بعد ما قبضوا الاستملاكات اساس شربي، اللي كان وليد جبلاط ولا جورج عدوان. صحيح. طيب جيت انت شو الحل اليوم للشعب يلي 1,600,000 وبدها تتزايد الناس، اكيد مش بتراجع رح تصير اعداد اكبر، هيدا جاي ليوصل للمليونين و200,000 نسمه بيقدر يضل يعطيهم، عم نحكي بخلال ايام الجفاف وما بيكون بمتساقطات، انت عم بتجمع المتساقطات لما تروح على البحر وعم بتفيدها للعالم، يعني بتعمره مره وبتفيدها للعالم على الجاذبيه على مدى الاجيال الجايه. طيب شو جيت اعطيت انت بدائل للشعب اللبناني؟ جيت قلت له روح على المياه الجوفيه، لو لبنان غني بالمياه الجوفيه قديش كلفه استخراجها من مازوت وغيره؟ رحت انت عملت خزازين، اوكي عملت خزازين، منين بتعبيها؟ من الـ ما عندك مياه سطحيه، والينابيع بالمياه السطحيه الاثريه او غيرها قديش كمياتها؟ ما هي عم تروح للمزروعات وما في اليه لتروح عندها، ونين روافد؟ انت اليوم مثلا بدي اعطيك مثل، عندك سد القرعون، سد القرعون يلي بلبنان مؤسس من سنه الستينات وقبلها، ايه عم بيسقي بلاوي اراضي رغم التلوث تبعه، ما راحوا لوثوه، ما هون القوه كمان عم بيسقي اراضي،
فيه مليون شغلة، طبيعة، سياحة، هايكينج، ثروة سمكية إذا بتنظفها، آلاف العائلات بتعيش من الأسماك. هذا الملف اللي عم نشتغل عليه ونحارب له، ولخبرك قد إيه بتخربط بهذه الملفات وقد إيه بيضيعوك. طيب اليوم إذا أنت عملت ثورة لإحداث فوضى بالبلد لحتى تبعد الناس وتاخذها كاناليزاسيون، تاخذها توجيهها لبرات الحقيقة، أنت خطر جدا على البلد. إنما عملت ثورة لتاخذنا باتجاه لبنان الحلم يلي كلنا بنحلم فيه، نحن معك، بس وين هالمسلكية؟ أنت وينك اليوم من رياض سلامة؟ وين موقفك؟ وين شو أنت قلت بتفوت على المجلس بتروح بتعمل استدعاءات، بتعمل مساءلة، ما شفنا لهلا خلال 3 أشهر وشوي. أنت قلت بدك تروح على الصغيرة والكبيرة تتدخل فيها، وينني؟ ما بيصير. أنت عملت فوضى، وهيدي الفوضى خسرتنا مثل سد بسري، وخسرتنا بقصة الدولار، وخسرتنا انه البنوك اخذوا تدابير معينة، وحاكم مصرف لبنان راح تعطيته انت الحجة يعمل كل هالتصرفات المالية. لا حكمت هون، ولا تبعت هاي الملف، ولا قدرت توصلنا لمطرح، ونحن بكل هالفترة كنا منكفئين وحاطينك قدامنا وعم نتفرج عليك لحتى تاخذنا على لبنان الحلم. قلنا يمكن نحن مغلطين، يمكن نحن بمطرح معين العالم مشيت معك لانه نحن غلطنا. يعني نحن اعتبرنا انه العالم راحت باتجاه الثوره بما يعرف انا ذاك، يعني معناتها نحن مغلطين، يعني نحن مغلطين بملفات كثير عن طريق الايذاء او شيء كذا. طيب مشيت العالم كلها هونيك وعملت العالم ما عملته، طب لوين اخذنا اليوم؟ رياض سلامه امبراطوريه فساد ومال ما قربت عليه. بالملف الكهرباء وهول الامور بالاتهامات كلها شفتها، شفت انه نحن مقدمين خطه والحكومة مجتمعة شو عم تعمل، ورئيس الحكومة شو عم بيعمل، ما سمعنا منك كلمة. لا بالملف العراقي ولا بملف إذا بده يجينا طاقة من الجزائر. طيب الأمريكاني حاصرك بالأردن وبالغاز المصري، ليه ما طلعت الصوت عالي؟ هذا منه حصار، بتاخذ وعود 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 وما في تنفيذ على الأرض. طيب بتروح على الملف التربوي، السنة ما في مدارس وما في جامعات مثل ما عم ببشرونا. طيب ما شفنا اي شيء طالع او اي خطه قادر تنفذها انت. جينا بملف اللاجئين السوريين و3 مليار هدر بالمباشر، غير التوظيف، غير القطاع اللي اخذوه الشعر وتصليح سيارات وموبيلات الى اخره، يعني في كميه من الوظائف اخذوها في قطاع بكامله انشل، ان كان تاكسيات وغير تاكسيات، شو كان موقفك منه؟ بالقطاع الطبي خبرنا شو عملت. طيب هودي كليتهم يلي قعدنا وتفرجنا عليكم خلال هودي 3 سنين، ومن بعد ما فتوا لجوا شو بتخبرونا اليوم؟ هيدا القضاء يلي هو جدا عم بيعمل محاكمة هزيلة بالمرفأ، محاكمة هزيلة برياض سلامة والفجوة المالية، محاكمات محاكمات بالفساد، ملفات ملفات ملفات، يعني ما بيندق غير بالضعيف، القوي القضاء منه للأقوياء، عم بيطبقوه. ما هيك رئيس بري قال، القضاء هو للضعفاء وليس للأقوياء. طيب من خلال هذا الكلام أستاذ شربين، أنتم بس كتكتلوا سوري هلا بكرة. سوري، نعم ما نحن هيدي الامور بقي هلا بالميدان. التيار الوطني الحر يتابع ويقاوم القضاء ورياض سلامه وكل الملفات. لك بكبه الكنترول لازم انت تعمله بالساعات الاولى. صحيح انت صحيح لليوم بعد انت بعدك لليوم في 24 مليار دولار طاروا من الودائع، بعد في 97 مليار دولار. التسرب الى الخارج والفلتين بعده موجود، انت عارف يا استاذ فادي. تخيل ما رحت تعمل مشروع قانون تسكر هيدي. امبارح كان في مشروع قانون وقلنا اذا ما بيحمل مودعين كلنا سوا نعدل فيه ونعمل لجان ونجتمع 24 على 24، وكان كل النواب التيار ونزلوا حضروا، وقلنا انه اذا اخر شيء ما بتطلع بصيغه ايه بنتشارى قد ما بدك، بس ما عم تطلع بصيغه. طيب شو كان الجواب؟ تعطيل وتكبيل، تعطيل وتكبيل، طب هون ما وبيعطوك قرار. بتحمل الشعب كمان قسم من المسؤوليه يا استاذ شربل؟ يعني ليك اللي مش عم يفهم الشعب، اللي مش عم يفهم الحقيقه. طيب في ما اكثر من مليون مودع، ما بنلاقي الا بس التيار الوطني الحر والمدرسه العونيه عم ينزلوا يساعدوا المودعين،
ما بنلاقي الا ماشي التيار الوطني الحر عم ينزل يدعم الرئيس غدا عون او كل قاضي شريف عم بيتحرك كرمال ملفات ليك الفساد. طيب استاذ ما فادي، بيتحمل مسؤولية هالشعب هيدا؟ ليك استاذ فادي، ما كتب للتيار الوطني الحر ان يتحمل من 87 لل 2005، يتحمل، كان يقول لنا جنرال يقول للشعب اللبناني انا رايح بالمعركه على الاخر بسياده حريه استقلال، اذا خسرت راح اخسر وحدي ما بدي احملكم شيء، واذا ربحت راح يكون هذا الربح لكل لبنان. هيدي مدرسه ميشيل عون، ولا مره اجى قال لهم من وراكم وصلنا لهون، ولا مره اجى قال لهم انه انتم شو ما تعملوا انه عم بتفوتونا بالحياه هون وهون. اليوم الموضوع مش هيك بده يتقارب، الموضوع في مافيا كتير كبيره انهكت الشعب. تخيل انت بالانتخابات النيابيه الاموال اللي اتدفقت، طيب شو يعني انت اليوم صوتك 200 دولار بيأديك على جمعه، اذا بدك تعيش انت وعائلتك يعني لانه ببزخ ادوك على شهر يا خيي، طيب بعد هيدا الشهر اذا مطالبك وامورك والاشياء القصص اللي انت حابب تعملها للبنان، الشخص اللي انت رحت وراه ما بيهمه هالموضوع، لانه هو بيعتبر بده يروح يشوف من اي مطرح يجيب هذا المصاري ليشترك بالنقل الجاي. عرفت وين المؤسف؟ نحن مدرسه مضطره ومطلوب منا تعلم العالم النضال، وتعلم العالم انه هاي العناوين اللي ثبتنا فيها وتابعنا فيها تقليب الراي العام هو من مهمتنا. واليوم عم نشوف على مواضيع مثلا كثير احزاب مثل القوات وغيرها انه اطلقوا نحن بدنا ونحن فينا، غير احزاب اطلقت عناوين ثانيه وغيرها وغيرها. نحن كلنا بدنا وطن وكلنا بدنا نشتغل ليكون فينا وكل هيدي الامور، بس ما انت ما بدك تترجمها على ارض الواقع. اليوم كلنا بدنا نركض، وين موقفنا من الفجوه الماليه؟ وين موقفنا القوانين اللي انت قدمتها للطيار؟ هلا عم نطلع بالقوانين لانه بدنا نشوف زملائنا قبلنا شو مقدمين لحتى نحن نتابع قوانين مشاريع لا لا للنزوح السوري، كيف تنظيم العمل بالداخل، كيف كذا، تطلع مثلا بالكتل وين هاي القوانين يا خيي؟ انت شو عملت لتروح تجمد الانهيار، لتروح تثبت الامور بلبنان؟ للاسف طيب يا استاذ شربل، طالما هيدي المواضيع وعم نجيب بالمسؤولين، يعني اللي سموا نجيب مئاتي، ونجيب مئاتي اذا تشكلت حكومه، هلا رح نحكي في هذا الموضوع، اذا تشكلت حكومه على راسها رجل ملاحق مثل رياض سلامه، يعني نفس الخبريه، هيداك ملاحق بالقصص الماليه وهداك ملاحق بقصص ماليه كمان، وعم ينجاب على رئاسه الحكومه. طيب لا مجلس النواب رح يقدر يحاسب، والتيار الوطني الحر ما عنده 86 نائب بقلب مجلس النواب لحتى يسقط هيدي المنظومه كلها سوا بالضرب القاضي، مع انه انا وانت بنعرف انه مكافحه الفساد بدول مثل ايطاليا ومثل امريكا بالثلاثينات اخذت 35 سنه لحتى قدروا كافحوا الفساد مثل ما لازم. طيب بظل هيدا الموضوع عم نحكي بحكومه بترأسها واحد مثل نجيب مئات، ما تاخذنا هيدا رايي الشخصي، انسان ملاحق في اكثر من دوله اوروبيه، في وبلبنان وبسوريا. طيب على اي اساس بدنا نكافح الفساد طالما في شخص مثله، وطالما في رئيس مجلس نواب كمان عم يحمي هذه المنظومه؟ وسمعنا امبارح انه نزل بالهليكوبتر على قصر بعبدا وقت كان مقرر اقاله رياض سلامه ومنع هذه الاقاله، يعني ما هون لانه الرئيس عون قال مش بس هيك، قال انا مش عازمكم على مائده لحتى تنبسطوا، انا عازبكم على التعب وعلى الحزن وعلى الجوع وعلى الشقاء لحتى نطلع من هيدي الحرب الكونيه. شو برايك؟ تكتل، بدي اعرف راي الوزير جبران باسيل فيما يتعلق بموضوع الحكومه ونجيب مئاتي، طالما اليوم كان عند الرئيس وما ادلى بالتصريح. ليك استاذ فادي، شو ما بده يصير المهم انت ما تروح، يعني انت ما تغير. نحن ما غيرنا بموقفنا من الرئيس مئاتي، الكل تجمع وحضن الرئيس مئاتي لان بكتير مطارح يمكن بيشبه عدد كتير كبير من الكتل السياسية يلي هي مؤلفة حاليا. حرام غير الحرام اللي ما بتعرفه. ايه يعني معود عليه. فاليوم انت ما غيرت وما رحت انزلقت لهيدا، وانت بقيت بالمواجهة. اليوم ما عندك خيار غير ما تضلك تقول فوق الطاولة وتحت الطاولة بالشيل انت اللي انت ثابت بهيدا القرار. مش عم نقول هيدا الشيء ومين بده يرد عليكم، لا، هيدي الامور بدها تتدحرج. قديه مفكرين هن بدهم ياخذوا الشعب على انهيار والشعب اللبناني؟ هالمره انا بقول لك ما رح تطلع فينا،
هالمرة ما في ثورة تجي تخبر العالم انه بدي اعمل لك وشل لك وحط لك، واخر شيء تطلع العملية الثورة بنلغي سد بسري وبنلغي المشاريع المائية بالبلد، وبتتخربط العملة وبصير الدولار ما بعرف لوين بيحلق، وبتصير هيدي المصايب كلها، واخر شيء بنوقف مكتوفين الايدي انه نحن عندنا حلول. وني الحلول؟ وما هيدي يعني ما في عندك هذا الجو. واليوم قد ايه بتروح انت في حال بدهم ياخذوا الامور للانهيار؟ حرب داخليه ما قدروا يعملوا، حرب اهليه بقلب لبنان ما قدروا يعملوها، كلنا بنعرف لا طيونه واحد ولا طيونه اثنين ولا طيونه ثلاثه. هذا الشيء انت بتعرف كيف الكبار بالبلد وكيف الرئيس هون تصرف عجبتني وكيف طيونة واحد طيونة اثنين طيونة ثلاثة. خلصوا هولي، ما بقى حدا يحلم انه بالجريح قتيل وبده يحمل على كتفه وبده هيدي ما بقى فيكم تقتلوا اولاد العالم، ولا هالاميات اللي عم تربي اولادها هن فريسه لكم لتشبعوا من الدم. ما كفاكم بقى شو عملتوا بالشعب اللبناني من تهجير وكذا، اخر شيء بوظتوا بعضكم، عيب خلص. هيدي الحرب الاهليه اهليه ولت، وما بقى فيك تجيش العالم وتضحك عليهم وتحملهم سلاح وتفوتهم بمشاكل بين بعضهم، واخر شيء تكون انت من تحت الطاوله مركب ديل تاني. تفجير البلد ما قدروا يروحوا عليها، عملوا بالشعب اللبناني جرائم ماليه لا تحصى ولا تعد. اخر شيء بده يصير حل. هذا السقوط يلي هن مفكرين حاله انه ما راح يتضرروا منهم، هن راح يكون العالم على ابوابهم ونحن والعالم على ابوابهم، لانه هذا السقوط الممنهج راح يدفعوا حقه كثير، راح يدفعوا حقه بالقضاء، راح يدفعوا حقه بالفضائح. والدول اللي مفكرين هن حالهم بمطرح معين انه هن محميين من وهن مزبطين علاقتهم بهالسفرات، بدنا نخبرهم انه هاي الدول اخر شيء بتبيع للقوي، وانتم عم تضعفوا بالداخل، ووقت يشوفوكم انه انتم هالهيكليه تبعتكم صارت مضحكه، اخر شيء هالدول مثل ما باعت غيركم بكثير دول بالعالم رح تبيعكم، والبيعه ما بقى كبيره. بلد لبنان تسويات صح، بس هالتسويه ما رح تكون على حسابنا، نحن رح نكون بالايام الجايه بكل طريق مثل ما نزلنا اليوم على بيت جمال الخوري، نحن بالنضال نضال وبالنيابه نيابه، وين بتكون تطلبنا القضيه بنكون فيها. هيدي المورال الجديده وهيدا الحديث الجديد، كلنا بدنا نركض وكلنا بدنا نتعب بالمشقات بالصغيره والكبيره. ما فيك قاضيه تنامي ببيتي ومرتاحه وانت تطلع اخر شيء مفكره حالك منك عامله شيء، عامله ومرتكبه شيء خطير جدا بالتغاطي وبتنييم وفرمله الاحداث القضائيه. اذا حدا ضاغط عليك بالايام الجايه رح نسميه ورح نسائله ورح نسال غيره، ورح تيجي سلطه سياسيه من هاي المنظومه الفاسده تحميه، ورح نروح على هذه السلطه ونفضحها قدام العالم. وبدها تكرر الامور، هذه الامور ما قدرتوا تعملوا حرب، الانهيار ما رح ياخذكم تهربوا من المحاسبه، الشعب اللبناني اوعى منكم، صمد هيدي 3 سنين رغم الظروف كلها، بس بمطرح معين انتوا رح تجوا على المحاسبه شئتوا ام ابيتوا. واللي مفكر بيقدر يفجر الوضع ليزمت او يتغاضى عن هذا او يستعمل ثوره بمطرح معين او كذا، الناس صارت بغير نفس، جربتوا كل شيء، جميع انواع الاسلحه، حرب ما بتقدروا تعملوا، دول رح تستغني عنكم بمفارق طرق معينه، اذا مش كلكم فردويا، اذا ما عزتكم ما بعرف شو بيكون مصيركم، بس انتوا رسمتوا هيدي الطريق، ونحن رسمنا طريق بدنا لبنان اللي بنحلم فيه، بدنا نتعب لانه هيدا الحلم انتو حطيتوا تعسر كتير كبير اطماعكم حطيت عسر كتير كبير للشعب اللبناني، ما استحيتوا بالجرائم اللي عملتوها، رحتوا كمان على الجريمه الماليه، رحتوا كمان على افكار الشعب اللبناني، رحتوا على انه الشعب اللبناني كله يغادر هالارض وتحولوه لشعب بيدفع ضريبته لحضره جنابكم انتو واولادكم تعيشوا بحياه كريمه. لا، هيدي المنظومه ما بقى فيها تقطع هيك، اليوم وبكره والايام الجايه متعبه بس وراهم نحن. متعبة ايه اكيد متعبة، بس ما رح نخلي شيء ان الله راد، وبنوعد كل اهلنا بالشعب اللبناني لنكون اوفيا لكل، مش بس صوت عطيونا اياه، هيدا الصوت مثل ما بيقولوا انه هو مثل ما بيقولوا دين على رقبتنا، وكل شخص ركض وتابعنا وعطانا من قلبه هيدا الشخص مثل ما بيقولوا اكثر من دين. اليوم نحن لنروح نوفي كل الشعب اللبناني تعبه ونعري هالمنظومة كيف بتفكر وكيف بتشتغل وكيف بتدب على بعضها وحماية بعضها. فأنت اليوم
هيدي المنظومة عم بتشارك بحصارك، عم بتشارك بتدمير البلد، عم بتشارك مع الخارج بكل شيء، كرمال شو؟ اوكي، هي عندها خلاف مع الرئيس عون وحولته لخلاف مع الشعب اللبناني. طيب، في قرار دولي بالحصار هن شاركوا فيه، في قرار دولي انه السفارات تضل هي الامر الناهب لبنان وهن شاركوا فيه والى اخره. استاذ شربل، انا صراحه يعني الكلام الاخير اللي حكيته كنت بدي اختم فيه معك، يعني لحتى اسالك شو بتقوله للشعب اللبناني. برضه رح هيك باختصار، هل بتطمن الناس برا وبلبنان انه هالمسيره اللي بدأها فخامه الجبل رح تستمر من بعد نهايه ولايته ولن تتوقف طالما في مدرسه اسمها مدرسه العماد مشعل عون اللي هي مدرسه لبنان؟ لما أنا نحن لما بطمن، نحكي عن رئيس عون معناته عم نحكي عن الشعب الآدمي يعني. أنا بطمن الشعب اللبناني. الرئيس عون أطلق شعلة التحرير والسيادة والحرية والاستقلال بال87، أخذت نتيجتها بال2005، واليوم الرئيس عون كمان من قصر بعبدا، لأن هيديك كمان من قصر بعبدا، أطلق شرارة تنظيف البلد وعرى كتير ناس وحطهم قدامك لانت تفكر، تحمل ما تحمله، جلدوا فيه اللي جلدوه فيه، جلدوا فينا اللي جلدوه فيه، خضنا معركة بالظروف وما أدراك ما الظروف، وصلنا لهون. هيدي الشرارة هي طريق خلاص لبنان. كل الناس فيها تروح وتجي وتقول لك العهد قصر والرئيس عون قصر وما بعرف شو صار، بس ما فيهم ينكروا انه رياض سلامي فاسد وجنرال رئيس عون ضده، ما فيهم ينكروا انه خطه الكهرباء قدمنا 30 خطه وباقت بالفشل، لانه في منظومه حاكمه ممنوع تاخذ كهرباء والحصار بده يضل عليك والتنفيعات بدها تضل ماشيه والهدر بده نلاقي له مبرر، وقت انت عم تسرق 20 و30 مليار دولار بالسنه او 20 مليار، ايه بتبررها بالكهرباء انه الكهرباء هي سببهم، بتكون الكهرباء انت متدين لها. على فكره ال 20 مليار دولار كهرباء هن جايين من اليورو بوند، من مصاري خارج لبنان اللي هي طرحت بالاسواق العالميه، حطوا لك هيدي مثل ما بيقولوا شنيع. تخبوا ورا هيدي، مع انه رئيسه الحكومه كلها رفضت الخطه، قالوا حولوك مليارين دولار بيعطوك اياهم سلفي بالسنه ليكونوا اتفقوا على خطه من بعد ما عندك انت حطيتها ورايا لتنفيذها، وبتكلف مليارين دولار بس مره بتدفعها بتصير تعطيك كهرباء على طول، لا نعطيك كل سنه مليارين دولار لانه ما فينا ننفذ خطه هلا في خلاف سياسي كبير، وبرروا سرقات بالسنه ال 20 و30 مليار دولار بها الخبريه. فانا بقول لهم هيدي الشراره انطلقت، وهيدي الشراره هيدا النبض يلي هلا قاعدين ورا الشاشات ويلي عم بيتابعوا رفاقنا بالنضال وزملائنا وين ما كان وحضرتك وكل هذا الفريق اللي عم بيشتغل اليوم، يمكن في شعور هيك شويه حماس، بكره رح يكون احسن وبعد بكره احسن، وكل الشعب اللبناني مثل ما بيقول الرئيس عون مدعو للنزول والمشاركة ومتابعة الملفات، نحن بمجلس النواب جوا، ناس بدها تكون برا، إلى بكل الميادين، وما يفكروا انه هالانهيار المفتعل بدهم يخبرونا اياه انه انتهت الدولة اللبنانية وما بقى في، والشعب اللبناني ما بقى فيه يعيش من دونه. الشعب اللبناني اذا بده يعيش مش لازم يكونوا هاو موجودين، يعني مثل ما بيقولوا الله يحميهم وينور لهم طريقهم، بس يبعدوا بقى عن الشعب اللبناني. هاي الازمات المختلقه للشعب اللبناني وهي التمثيليات والمسرحيات كفانا بقى منكم، عيب عيب، اتركوا هيدا الشعب يعيش. ساعه بتركبوا ثوره بتخبروا العالم خبريه وبتحتموا وراها، ساعه بتروحوا بتحتموا ورا طوايفكم بتصيروا انتم قديسين، ساعه بتروحوا بتخبرونا خبريه، يا عمي كل واحد يجيب لنا السيفي تبعه ويجي يخبرنا من شو عمل بهيدي المعركه وبهديك المعركه وبالفجوه الماليه شو عمل وشو هالتصرفات. اليوم باتت الامور واضحه، في فجوه ماليه مسؤول عنها رياض سلامه وامثاله، في انفجار مفرق قضاه ما عم تشتغل، قضاه عامله شلل كتير كبير بضغط من سياسيين، اول حاجز هلا هو الهجوم على القضاء، الهجوم بوضوح من الشعب اللبناني لنقول له لاي قاضي ما في سياسي رح يقدر يحميك بعدين، رح يستغني عنك اي سياسي حميك اليوم، بس يخلص منك رح يتركك، انتبه شو عم تعمل، ما حدا عايزك غير بس ادوات، ما بدنا اياكم تكونوا ادوات، بدنا اياكم تحكموا علينا اولا وعلى غيرنا وتعاملوا الكل بالمثل لحتى تبنوا بلد، واذا مش قادرين تنحوا،
في غيركم قضاة، في أعداد كتير كبيرة من القضاة، الشرفاء والقبضيات القادرين يفرجوا العالم إنه هن قادرين يحكموا، هاودي ينعطوا دور. البلد ما بقى يحمل مثل ما بيقولوا هيك تعيش العالم بهدوء. وإذا كانوا مفكرين المرحلة الجاية بيجيبوا مصاري على لبنان وبيعيشوا اللبنانية بسنتين مثل ما بيقولوا رفاهية، وبعدين بيطلعوا اللبنانية عم بيزيدوا عليهم دين وعم بيغرقوا الشعب اللبناني أكثر، ما رح نقبلهم مشاريعهم مثل مشروع اللي جايب لنا بده يعمل معمل كهرباء عن جديد وعندنا معامل مش عم بيبيع فيول. رح نفضحك ورح نفرملك ورح نوقفك، وما فيك تقطع عن كتلتنا، عن الكتل النيابية. هاي الكتل النيابية بدها تكون ممثلة وبدها تكون وراك وبدها تحاسبك وبدها تعلي صوتها بالشارع وبراك الشارع. فهذا اللي بحبوله. بدي شكرا استاذ. اتشكرك استاذ شرب المارون، النايب المجتهد الشغيل الادمي للمناضل واللي ما عم بيتوقف وما في شيء بيوقفه باذن الله، وما راح شيء يوقفنا كمان، ان كان بوجود الرئيس عون بقصر بعبده ولا ان كان بالرابيه ولا باي مكان اخر، لانه ميشيل عون صار بقلب كل واحد منا، ومبادئه هي مبادئ لبنان، انتصاره يعني انتصار لبنان، انكساره يعني انكسار لبنان. ميرسي كثير استاذ شرب المارون، وميرسي الله كثير كمان يسلمك، للشباب والصبايا اللي تابعوا من الاغتراب ومن الوطن الام لبنان، وموعدنا شكرا بيتجدد بكره الساعه 9:30 بتوقيت الجبل مثل العاده، وتصبحوا على الف خير. شكرا شكرا لك. ميرسي كثير.